يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأحوال الجوية التي تأتي في الرسائل وكذلك في التلفاز يقولون نتوقع بمشيئة الله نزول أمطار، نتوقع نزول أمطار على مدينة كذا أو عواصف، هل يدخل هذا في علم الغيب؟ لا، هذا توقع قد يصيب وقد لا يصيب، وهم يستدلون بأمارات في الجو، يستدلون بأمارات وأجهزة في الجو قد تصيب وقد لا تصيب، عمل بشري، لكن لا يجوز الجزم بأنه سيحصل كذا، الجزم لا يجوز، لكن التوقع بناء على أمارات وعلى علامات لا بأس بذلك. نعم.